هو الأهلي كسب الدوري، هل ممكن بالحظ؟ صعب. هل ممكن تكسب بطولة قارية زي دوري الأبطال بالحظ؟ صعب. ما هو فكرة إن الحظ يفضل واقف معاك مرة مرتين، لكن مش هيفضل واقف معاك على مدار أكتر من 100 سنة. أنت بتتكلم في تاريخ كبير جدا. وبتتكلم حتى لما الأهلي فاز بدوري أبطال إفريقيا عام 2020 على الزمالك، اتقال أصل التوفيق أصل الحظ، أصل في لعيبة خرجت بسبب الكورونا وده مش عارف أسبابه إيه، واتقال كلام كتير قوي. في كل مرة الأهلي هيكسب هتطلع لك حجج فارغة وهي ولا ليها أي معنى. ولكن عقيدة الأهلاوية دايما لما بيجي يلعبوا أي ماتش كورة إنك نازل تكسب ونازل تلعب عشان تحقق البطولة، أو بمعنى أصح أنت داخل البطولة فأنت بطل البطولة، أنت البطل. عشان كده الأهلي بيكسب، عشان كده الأهلي بيحقق نجاحات على جميع المستويات. ما هو الحظ لو في الكورة مش هيبقى في الباسكت، مش هيبقى في الهاندبول، مش هيبقى في الفولي، مش هيبقى حتى في الووتر بولو، مش هيبقى في كل الألعاب. الحظ مش هيبقى مع الإدارة حتى وهي بتجهز إنشاءات وبتعمل فروع مختلفة. ما هو الحظ مش معقولة مع المكان ده بالشكل ده إلا لما يكون في توفيق، إلا لما يكون في اجتهاد. ولكن طول ما أنت العقيدة عندك بتروح، مش عايز أقول يعني إيه، لحاجات غير آدمية أو منطقية، خلاص هتفضل دايما خسران وهتفضل دايما تحت. لكن اللي بيكسب بيفضل دايما فوق بيشتغل. عشان كده كسبنا الماتش الأخير وإحنا داخلين وعندنا نواقص كتير وإصابات كتير وغيابات كتير على فكرة. يعني الأهلي داخل الماتش الزمالك وعنده غيابات في نص الملعب، كان تتكلم في مروان عطية وعمرو السولية وحمد فتحي، ومع ذلك باليو ديانج ومحمد فخري الاهلي كان راكب المباراه من اول دقيقه. حتى اسرع هدف في لقاءات القمه كان عن طريق حسين الشحات في مواجهه الزمالك. موسم متميز جدا للنادي الاهلي. عشان كده باكد النهارده ان مش بالخزعبلات تقدر تحقق كل ده، مش بالشعوذه تقدر تكسب كل ده، ومش بالحظ كمان ممكن تحقق كل ده، لكن بالاجتهاد، بالعمل، بالدراسه، بالتوفيق ربنا هيكرمك وتحقق كل ده. فالاهلي بطل للدوري العام، فاز على الزمالك برباعيه، وكان يقدر الاهلي يكسب خماسيه وسداسيه، ولكن يعني كان في نوع من الاحتواء شويه من طاقم تحكيم هذا اللقاء هتكلم عليه اثناء الحلقه. لكن المكسب ده كان مكسب مهم جدا، مكسب معنوي مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان البعض كان بيحاول يقول لك ايه، ما هو الفريق المنافس هينزل عنده دوافع عايز يبوظ لك الفرحه، عايز يطفي لك الفرح بدري بدري، ولكن ما قدرش. كولر عمل حاجه كويسه قوي السنه دي بخلاف الفوز بالبطولات اللي شارك فيها خلال العشر شهور. في مواجهات المباشره مع الزمالك انتصر في الثلاث لقاءات، فاز في السوبر 2-0، فاز في الدوري الدور الاول 3-0، في الدور الثاني 4-1، 9-1. كولر امام الزمالك كسب 9-1، كسب ثلاث لقاءات في اول ثلاث مباريات متتاليه. ده معنويا مهم جدا، لان جزء من انتصارات مانويل خوسيه على الزمالك في الحقبه اللي فاتت كان الهدف او جزء منها اساسي نفسي. بمعنى جوزيه في اول موسم ليه مع الاهلي ضد الزمالك كسب 6-1. النتيجه دي ظلت في اذهان الزملكاويه على مدار فترات طويله جدا، لدرجه كانت حتى فيها حروب اعلاميه ضد مانويل جوزيه بسبب المباراه ديت، لان المباراه دي كانت في اذهان اي زملكاوي لما كان بيلعب الاهلي، فكان بينزل خسران من قبل ما يبدا. المره دي نفس الامر بيتكرر مع كولر، في اول ثلاث لقاءات 9-1. فانت اي مواجهه مع الزمالك هتبقى نازل خسران قدام الاهلي، لان انت بتلعب قدام مدرب قدر ينتصر عليك ثلاث مرات بنتائج ساحقه. انت بتتكلم ماتش 3-0 الدور الاول ده كان ممكن يخلص 5-6. ماتش الخميس ده انا كنت في الملعب واتفرجت بغض النظر على النتيجه. انت بتتكلم على مباراه وان سايد جيم، مفيش منافس، والناس تقول لك اصل الشوط الثاني انتهى 1-1. دي ناس جايه تهزر، دي ناس جايه تهزر. انا كسبان شوط اول 3-0، الجيل ده لو عايز يدخل التاريخ كان ممكن ينزل الشوط الثاني يجيب 4-5 تجوان. بس انت بتتكلم خلاص في مباراه وموسم انتهى،